الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أستاذ ضياء، بداية مرحبا بكم. القوات الحكومية تهدد المحامين في العراق بسبب دفاعهم عن مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة. من الناحية القانونية، ما الجرم الذي ارتكبه هؤلاء المحامون حتى يتم تهديدهم بهذا الشكل؟ السلام عليكم. في البداية حقيقة هذه الأمور غريبة عندما يكون القضاء غير عادل، وهذا القضاء من يسلم العدالة مالته ويكسب العدالة مالته والشرعية حتى ينال العدالة مالته، يجب على المتهم أن يأخذ كل حقوقه الإنسانية، لأنه هذا حق من حقوقه الإنسانية أن يدافع عنه شخصا أو محامي، أن يدافع عنه أمام القضاء حتى يكون القضاء عادل. نحن لا نكون ضد المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم، ولكن نحن نكون ضد كل من ينتهك حقوق الإنسان حتى في القضاء. القضاء حتى ينال العدالة والشرعية الكاملة يجب على المتهم والمجني عليه أنه يأخذ كل حقوقه القانونية لإتاحة له الفرصة الدفاع عن حقه، حتى يصبح هذا القرار قرارا عادلا بحقه وقرارا عادلا بحق القضاء والإنسانية. إذا عدمت هذه الأشياء الدفاع عن نفسه، هذا القضاء يكون غير عادل. نحن نعلم جيدا أن القضاء العراقي وحتى في أوروبا القضاء العراقي غير عادلا وغير منصفا لكثير من القضايا. الدفاع عن حقوق الإنسان هو حقا شرعيا لكل الحقوق الإنسان المتمثلة في كل العالم. هذا الحق يجب على كل إنسان أو كل شخص أن يدافع عن حقوق الذين ارتكبوا الجريمة. المتهم هو بريء حتى إثبات الجناية مالته. لحد هذه اللحظة في العراق يستعمل القضاء في العراق القضاء انتقامي وليس قضاء عادل. في العراق القضاء بالوقت الحاضر الإطاحة بالشخص بغض النظر عن الأوليات والسوابق الذي عملها. هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة العراقية وحتى بعض الميليشيات التي تحرض المحامين بعدم الدفاع عن حقوق إنسان متهم. خير دليل أنه المالكي طلع مرة وتحدث في الحرف الواحد وقال أنا مستغرب كيف فد واحد يطلع ويدافع عن مجرمين. نعم، نحن ندافع عن المجرم حتى ينال حقه وجزاء العادل، حتى يقولون حتى يتكلمون ويتحدثون أنه القضاء كان عادل وأعطاه فرصة كاملة. نعم، حرمان المعتقل من حقه بالتمثيل القانوني ووجود محامي يدافع عنه يعني يعتبر حتى خرقا ربما للدستور الذين يعني هم وضعوه بأيديهم. في هذه النقطة أستاذ ضياء، يعني ألا ترى أن هناك نوعا من توظيف هذا الأمر طائفيا من أجل الحصول على مكاسب سياسية؟ هذه بالتأكيد، هذه الأمور وأمور أخرى هي الأمور هي الأمر الانتقامي. أنا لا أتحدث عن الطائفية، ولو هي طائفية في عرق وصمهم الحكومة العراقية وهي اللي جلبت الطائفية إلى العراق. قبل هذا لم يكون طائفيا العراق، اليوم العراق هو طائفيا. هذه الأعمال الانتقامية، لربما أن يكون هذا الشخص بريء، نعم متهم بداعش أو عمل مع داعش أو كذا، هذه الكلام إحنا لا نقول هذا هو بريء، أكو تهمة عليه بس لازم ينال حقوقه وينال حقوقه بالدفاع عن نفسه. هو لا يتمكن من الدفاع عن نفسه إلا عن طريق محامي، وإذا الحكومة العراقية تهدد المحامين عن الدفاع عن شخص متهم بالدولة الإسلامية، إحنا نحن كل الحقوقيين في العالم ضد ما يحدث في العراق وضد الدولة الإسلامية تماما، ولكن بما يحدث من الحكومة العراقية وتهديد أنه راح يصبح القضاء قضاء غير عادل وقضاء جنائي، يرتكبون جريمة أخرى مقابل جريمة ارتكبها شخص لربما لم يكن هذا الشخص أو شخص آخر. هذا التوجه الحكومي لاعتقال المحامين وتهديد المحامين أين يمكن أن يقود القضاء في العراق؟ وكما هو معلوم أن المتهم هو بريء حتى تثبت إدانته. نعم،
هذا هو المصطلح المتعارف عليه في كل القضاء بالعالم، ولكن في العراق المتهم من هذه الطائفة هو متهم. أخي، إحنا نعرف الحكومة العراقية هي تحكم وتدين شخص إذا كان من طائفة أخرى لم ينتمي لها، لم ينتمي إلى هذه الدولة، أو هو مضاد أو معارض إلى هذه الدولة. نحن نعلم أنه حتى في المظاهرات الأخيرة اللي حدثت صار اعتداء على المحامين وقتل بعض المحامين. نعم، عذرا أستاذ ضياء، الكثير من التقارير تصدر عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا إنسانية، ولكن في هذا الأمر يعني أليس من حق الأمم المتحدة أو حتى من بعثاتها التدخل لنصرة المحامين بصفتها الأممية والإنسانية أيضا؟ نعم، هذا واجب على الأمم المتحدة وواجب على الاتحاد الأوروبي أن يتدخل وبسرعة، لأنه هذا القضاء في العراق، وأنا أعلم جيدا في النمسا أنه القضاء العراقي قضاء غير عادل، ولحد الآن لا يلتزمون بقرارات القضاء العراقي. أكو بعض الأشخاص مطلوبين من اللاجئين المجلوبين، مطلوبين من قبل القضاء العراقي، بس الحكومة النمساوية لا تسلم هذه الأشخاص إلى الحكومة العراقية، لأن يعلمون هذا القضاء قضاء غير عادل. نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، شكرا جزيلا لك.